طلابنا الأعزاء، طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم من منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. نرحب بحضراتكم. الجغرافيا السياسية الوحدة الثانية في مراجعة شاملة. انتهينا من دراسة الوحدة الثانية بدروسها المتنوعة، بدءا من درس الحد السياسي وكيف رسمت الحدود السياسية، أنواع الحدود السياسية، ثم انتقلنا إلى متغيرات الخريطة السياسية، المشكلات السياسية متعلقة بالحدود، المشكلات الاقتصادية ذات الطابع السياسي، المشكلات الاجتماعية ذات الطابع السياسي. مع حضراتكم الأستاذ أيمن رضا عواد، كبير معلم الجغرافيا في محافظة القليوبية، الأستاذ عزيز ويسا عوض، كبير معلم الجغرافيا في مدرسة دمياط الثانوية العسكرية. جميع الأسئلة اللي قدام حضراتكم هتكون أسئلة تقيس عمليات الفهم. لو بدأنا بالسؤال الأول، وقبل ما نبدأ بالسؤال الأول خلونا نذكر بعضنا البعض بالخريطة السياسية، دوما تكون مع حضرتك. نعمل أولاد سكرين الخريطة، وده هتفيدنا كتير جدا جدا في شغلنا. خريطة الحدود السياسية لدول العالم المنقسم بين العالم القديم في قارات الثلاث، إفريقيا، آسيا، أوروبا، ثم قارات العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا. تكلمنا كتير في تصنيف وتفنيد الدول، سواء كانت كبيرة المساحة أو متنوعة الشكل أو متنوعة المواقع الجغرافية والاستراتيجية، وأثر الموقع الفلكي على قوة أو ضعف أي دولة. في انتقالنا للحدود نذكر حضراتكم، هي تلك الخطوط التي تحدد الأبعاد الجغرافية للدولة، وبالتالي تحدد كيانها كدولة مستقلة ذات سيادة. لكن قبلا كيف كانت الحياة؟ كانت الشعوب مجتمعات متجاورة مع بعضها البعض، عاشت وفصل بينها فواصل طبيعية ممثلة في جبال، هضاب، تلال، سهول، ليست ملكا لأحد. سميت بالتخوم، نو مانز لاند، الأرض التي بلا صاحب. لكن ظهرت مجموعة من العوامل أدت إلى من وجود تخوم فاصلة ليس لها صفة قانونية إلى حدود سياسية مرسومة بموجب معاهدات لتفصل فصلا قانونيا كاملا لتضع كل دولة بمساحة تميزها. عشان كده قلنا إيه؟ داخل الحدود السياسية تمارس الدولة سيادتها على ثلاث: الأرض، المياه الإقليمية، والمجال الجوي. تفضل سليمان. قدامنا خريطة العالم السياسي، هو تعريف الحدود يا مستر عزيز كده ذكرني، هي تلك الخطوط التي تحدد الأبعاد الجغرافية للدولة، فداخل الحدود السياسية تمارس الدولة سيادتها على ثلاث: الأرض والمياه الإقليمية والمجال الجوي. طب إيه رأيك ناخد التعريف بتاع حضرتك ونبدأ نطبق على مصرنا الحبيبة بقلم حضرتك كده الجميل؟ هنبدأ نشتغل على الخريطة قدامنا. أنا عاوز أشوف الخطوط اللي حضرتك قلت عليها بالنسبة لمصر، يعني حضرتك قلت لي هي خطوط ترسم على الخرائط تحدد الرقعة الأرضية، بتحدد لي المجال الجوي، بتحدد لي المجال البحري، بتحدد لي مجال الدولة. أنا عاوز أشوف ده بالنسبة لجمهورية مصر العربية. عاوز حضرتك تحدد لي جمهورية مصر العربية تحديد حدودي بلون من حضرتك على الخريطة. تمام، حلو قوي. طيب ونوضح مصر على الخريطة اللي قدام عينينا، هيبان ان انا مساحتي بتتحدد من الحدود، مجال الجوي والبحري اللي بيحددوا لي الحدود. طب تيجي نلاحظ كده حدود مصر، هنبدأ ايه نميز الفكرة نفسها على جمهورية مصر العربية. تعالوا نبص على خريطتنا المميزة اللي هي خريطة مصر، نشوف ايه انواع الحدود اللي معانا. انا عندي حدود طبيعية، احنا درسنا قبل كده الحدود الطبيعيه، واضح على الحدود الطبيعيه ان انا يحدني من يحد مصر من الشمال البحر الايه المتوسط، ومن الشرق مين البحر الاحمر. طيب عندي كمان حدود بشريه اللي هي الحدود الهندسيه اللي هي الحدود الفلكيه البحته،
اللي هي ايه؟ بص حضرتك معايا هتلاحظ ان الخطوط بتاعتي خطوط مستقيمه، خط بيتماشى تماما مع دايره عرض 22 ويفصل مصر عن السودان، خط بيتماشى مش تماما قوي مع الخط طول 25 ويفصل مصر عن دوله ليبيا. طيب هو متعرج، لو قلنا يا مستر عزيز التعرج اللي بيقع في القطاع الشمالي من الحد الغربي لمصر، ده بيأكد على صدق المرحله الكام؟ المرحلة الثانية من مراحل رسم الحدود، إن قد تظهر بعض الظاهرات فيؤدي الأمر إلى أن يتغير مسار الحد مئات الأمتار هنا أو هناك يمينا أو يسارا، وده بيأكد أيضا على أن الدولة لديها المقدرة الكاملة على الاستعانة بالتقنيات الحديثة الممثلة في الاستشعار من بعد لكشف كل ما هو جديد من ظاهرات. تمام. طيب تعالى مع حضرتك في الجولة السريعة في حدود العالم. أنا باين قدامي على الخريطة السياسية الجميلة اللي قدامنا. نعلم على كندا يا أستاذ عزيز بعد إذن حضرتك. طيب نعلم على الولايات المتحدة الأمريكية. الحدود ما بيننا والولايات المتحدة الأمريكية يا مستر عزيز نقدر نقول عليها إن هي طبيعية وبشرية في نفس الوقت؟ وطبعا إحنا سبق ووضحناها لجنة اللي موجودين معانا من أول السنة وحضروا معانا الحصة دي. نقدر نقول انها طبيعيه وبشريه في نفس الوقت القطاع الشمال الشرقي من الولايات المتحده توجد البحيرات العظمى، البحيرات هنا هتكون اربعه ولا هتكون خمسه؟ هتكون اربعه، لان انا عندي البحيره اللي هي بحيره ميشيغان هي بحيره امريكيه تماما. طيب الخط الفاصل ما بين الولايات المتحده الامريكيه بقيه الخط هو خط فلكي، لان احنا يا اولاد اتفقنا مع بعض. طالما الخط مستقيم تماما يبقى اكيد بيتماشى مع دائره عرض او مع خط طول، وده بيظهر مع جمهوريه مصر العربيه في حدودها السياسيه، بيظهر مع الولايات المتحده الامريكيه وكثير. يعني انا مثلا لما اجي اقول ايه عندي واضح في جزء من الحد اللي موجود ما بين مثلا مالي وموريتانيا، الحد ده يعتبر مستقيم تماما، بيبقى يعني لو انا شفته هقول ايه بيوازي الحد الغربي لمصر. وهنا نفهم حاجة، يبقى احنا عندنا الحدود أنواع. تعال نتفرج على بعض الأنواع من تلك الحدود وبعض الصراعات اللي موجودة على حدود بعض الدول، وبتوضح لنا فكرة الصراعات. شفنا الصراع العملي دلوقتي الدائر واللي هي الأزمة السياسية اللي موجودة دلوقتي، ده بيؤكد على فكر مين؟ على فكرة فريدريك راتزل لما قال إن الخريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة الصراع المستمر. طيب تعالوا نطلع حد طبيعي، اطول حد طبيعي يا مستر عزيز، لو انا قلت لك يقع في الركن الجنوبي الغربي من الكره الارضيه اطول حد طبيعي، انا عاوز حضرتك تميزه لاولادنا على الخريطه. ان اطول حد تضاريسي في العالم هو سلسله جبال الانديز بين دوله الشيل ودوله الارجنتين، كذلك حد فلكي في العالم بين كندا والولايات المتحده. جميل يا مستر عزيز. طيب بالمره يا مستر عزيز علم له على الحد الطبيعي الطويل اللي ما بين شيلي والارجنتين. تمام. طيب مين الحد اللي متشابه في نفس الخصائص يا مستر عزيز؟ طيب تعالوا نبص على فرنسا كده واسبانيا. مستر عزيز راح معلم لي. انتوا عارفين يا اولاد لما اجي ابص على الخريطه بتاعت قاره اوروبا مين الدول قاره اوروبا، انا مش هتكلم بقى على باقي العالم، طبعا انا عارف ان العالم واضح جدا ان في دول كبيره المساحه، روسيا، الصين، استراليا، البرازيل، الولايات المتحده، كندا، لكن لما اجي ابص كده واركز هبدا من طيب مستر عايز هيعلم معايا اسبانيا، فرنسا، المانيا، بولندا، اوكرانيا، دي من الدول الاوروبيه اللي مساحتها مش هقول كبيره الحجم، مش هقول كبيره المساحه، لا كبيره المساحه بالنسبه للقاره الاوروبيه، بالنسبه للقاره العجوز، لكن لما نقارنها بروسيا، لما نقارنها بالصين، لما نقارنها بالولايات المتحده، حتى لو قارناها بمصر طبعا مش مساحات كبيره، ولكن دي بالنسبه للقاره الاوروبيه، لان احنا عارفين ان دول القاره الاوروبيه تتميز بصغر مساحتها، ولما احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان الحدود فيها اترسمت. يمكن تعالوا بقى كده ننكش كده في دماغ حضراتكم ونطلع معلومة جميلة. اترسمت الحدود في القارة العجوز طبقا لاستراتيجيتين، استراتيجيتين مهمين جدا، واحدة منهم ايديولوجية ألا وهي اللغة. لو تاخدوا بالكم أسبانيا أسباني، فرنسا فرنساوي، ألمانيا ألماني، إيطاليا إيطالي. طيب وحاجة كمان هنقول بعد الحرب العالمية كام الأولى والثانية لعبت الجغرافيا السياسية دورا في رسم الحدود. طيب ماشي، دي كانت موجودة يا مستر في اللي هي أهداف الجغرافيا السياسية في البداية، لكن أنا عاوز استراتيجية تانية، زيادة السكان. لو تفتكروا من العوامل المؤثرة في رسم
السكان في العالم كان اداني المثال في الجزء ده بالذات، قال لي القاره الاوروبيه، لان اترسمت السكان على اساس زياده عدد، او اترسمت الحدود اسف على اساس زياده عدد السكان. لما بدا عدد سكان القاره يزيد، فطبعا اتجهت الدول للتوسع في المناطق الهامشيه، زي ما مستر عزيز وعودنا كده وقال لي التقط في نقطه. طيب لما التقت في النقطه ديت بدات تبقى حدود، وبالتالي واضح جدا الفكره داخل القاره الايه العجوزه. تاني مستر عزيز علمني انا شخصيا وقال لي اما تقول القاره الصفراء يبقى حضرتك بتتكلم عن اسيا، اما تقول القاره السمراء حضرتك بتتكلم عن افريقيا، اما تقول القاره العجوز يبقى حضرتك بتكلمني عن اوروبا. يبقى خلي بالك، ولما نقول العالم الجديد الامريكتين واستراليا، العالم الجديد الامريكتين واستراليا، الدوله القاره هي قاره استراليا ودوله استراليا. يعني شوفوا بقى، يعني احنا عاوزين حضرتك الخريطه اللي قدام عينك دي، الخريطه اللي قدامك من الخرائط الواضحه جدا جدا اللي مهما كبرت فيها هتبدا بايه، بمواصفاتها وصفاتها اللي قدامنا. بيبان جدا ان الخريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة الصراع. شوف احنا بنربط ما بين الحدود وبنربط ما بين الدول. طيب يا مستر عزيز، لو قلنا اختفاء الحدود بين الدول في قارة معينة، يعني نقط انقسام ولا انهاك؟ مش هنكمل الاختيارات، هنخلينا بس في النقطتين دول. اختفاء الحدود يؤدي الى الانقسام ام الاندماج؟ متغيرات الخريطة في قارة آسيا. تمام. وظهور عدد جدا من الدول. تمام. طيب كمان نقطة، لما نقول اختفاء الحدود بين دول معينة داخل قارة معينة، يؤدي ذلك إلى زيادة الوحدات السياسية، قلة الوحدات السياسية، زيادة مساحة الوحدات السياسية أو زيادة مساحة القارة أو قلة مساحة القارة. مش هتفرق معايا قلة مساحة القارة أو زيادة مساحة القارة، لكن هيفرق معايا إيه لما هتختفي الحدود ما بين دولتين، معناها إن الدولتين دول اندمجوا مع بعض، فده بيعني إيه؟ قلة الوحدات السياسية. أنا عاوز عقل أولادنا يشتغل بالطريقة دي، أنا عاوز إن إحنا نتعلم إزاي نقدر نحلل خريطة سياسية، إزاي نفهم متغيرات، زي ما قال لي مستر عايز كده، متغيرات خريطة سياسية. طيب تعالوا نبص مع بعضنا، شايفين اللون اللي هو الأزرق الفاتح اللي قدامنا على الخريطة ده يا مستر؟ ديت المسطحات المائية، مش كده؟ المحيط الأطلنطي، المحيط الهادي، المحيط الهندي، بترجع تاني للمحيط الهادي. شوف راح مستر عايز قال لي أنت عاوز تقول لي إن في ممرات ملاحية استراتيجية؟ آه في. تعالوا نبص كده مع بعضنا، مستر عايز علم لي على مين؟ علم لي على مضيق باب المندب، علم لي على قناة السويس، علم لي على مضيق جبل طارق، علم لي على مضيق دوفر، علم لي على مضيق اسمه بيرنج او بيبرنج او بيرنج، ممكن تسمعه بكذا طريقه، ممكن تقراه بكذا طريقه. علم لي تحت على مضيق ماجلان، علم لي على مضيق باس، علم لي على قناه بنما. تمام، علم لي بالمره يا مستر عايز على مضيق صقليه لو تلاحظوا معانا، علم لي كمان على مضيق هرمز. كل اللي احنا معلمين قدام حضراتكم دي نقاط استراتيجيه. واحد يقول لي انا ما درستش يا مستر غير ثلاث نقط اللي موجودين في الكتاب، انت مطالب بده، علم لي على مضيق ملقا ووضح لي مضيق ملقا. اذا المضايق كتيره جدا جدا، علم لي على مضيق مدغشقر اللي عند جزيره مدغشقر. يبقى احنا بناخد بالنا ان الممرات الاستراتيجيه، طب كمان نقطه مهمه جدا، هل كل الممرات الاستراتيجيه بحريه؟ لا طبعا. ليه؟ الممرات الجبليه هي ممرات استراتيجيه، يعني في نقط استراتيجيه واضحه جدا ما بين فرنسا واسبانيا، في نقاط استراتيجيه واضحه جدا جدا، واضحه انت المعالم ما بين فرنسا واسبانيا، لان في انفاق وفي ممرات جبليه، ما ينفعش ان انا انتقل ما بين الدولتين الا باستخدام ده. ولو رجعنا للاساس اللي احنا اشتغلناه في الشرق، هتلاقي ده كان موجود معانا صراحه لما اتكلم وقال لي ان المواقع الاستراتيجيه مش كلها مواقع بحريه، بالعكس ده ديت بتبقى في البعض منها اللي بيكون واضح ان هو يعني نقط استراتيجيه بريه زي الممرات الجبليه. طيب بما ان الوحده، تعالوا بقى معانا كده قبل ما نبدا اسئلتنا الجميله القويه، بما ان الوحده، ركزوا معايا بعد اذنكم كده في الورقه والقلم وتبدا تكتب ورايا، بما ان الوحده بتتكون من خمس دروس اساسيه. الدرس الاول وهو الدرس الاساسي، الدرس الهيد ماستر بالنسبه لي، اللي هو بيكلمني عن الحدود،
بيكلمنا عن التخوم، بيفرق لي ما بينهم، بيقول لي العوامل اللي ادت لرسمهم، بيقول لي المراحل، بيقول لي المراحل، بيقول لي الوظائف. طيب الوظيفة التي تأثرت بالتكنولوجيا وتأثرت سلبا هي وظيفة الحماية والأمن. ليه؟ لأن التكنولوجيا أسقطت الحد الآمن، لأن التكنولوجيا زي ما قلنا أسقطت نظرية الحد الآمن. يبقى لما تيجي حضرتك تتكلم وتفهم، يعني دايما بنقول على التكنولوجيا زي ما قال مستر عزيز دائما وأبدا يقول إيه؟ إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، إيجابي وآخر سلبي. فده ظهر على الحدود، ده له تأثير على الحدود، قد يكون قوي وإيجابي، قد يكون سلبي، وده ظهر مع سقوط نظرية الحد الآمن. أهم درس، وبكرر تاني لأولادي، أهم درس بالنسبة لنا هو الدرس التاني في الوحدة التانية. الدرس طويل، مش طويل يا مستر، الدرس كله خرائط. طيب احنا لمينا على خريطة واحدة، احنا لمينا الدرس ده على الخريطة واحدة، تعالوا معايا بقى يا ريت بالورقة والقلم نعمل عملية كلاسيفيكيشن كده، تصنيف لإيه؟ للحدود السياسية على مستوى العالم. يلا نبدأ مع بعضنا. احنا عندنا نوعين من الحدود، حدود طبيعية وأخرى بشرية، تمام؟ يبقى مين الأقوى في الاثنين؟ الطبيعية. طيب هل هندرس كل أنواع الحدود الطبيعية؟ لا، أنا عندي الجبلية، أنا عندي النهرية، أنا عندي البحيرية، أنا عندي البحرية. يبقى تاني، يبقى أنا عندي حدود بشرية وحدود طبيعية. طيب بالنسبة للحدود الطبيعية مين الأقوى؟ بقول لك الجبلية. ليه؟ هتعمل إيدك، هتفرد صوابعك الخمسة وتقول لي 5 كلمات على كل أصبع: دائمة، مرئية، عريضة، وعرة، قليلة السكان. يبقى ايه اللي ميز الحدود الجبليه وخلاها اقوى انواع الحدود بالنسبه للعالم؟ اقول له دائمه، اقول له مرئيه، اقول له عريضه، اقول له وعره، اقول له قليله السكان. طبعا هنا بيبقى اختراقها بيكون يا مستر في فكره صعب جدا. فاكرين لما كنا في الوحده الاولى مستر عايز قال لنا كلمه وانا نفسي سجلتها، قال لك ايه؟ قال لك السهول تعزز روح الوحده والاتصال، والجبال تعزز روح الانفصال. اذا معنى كلامي ان الجبال اقوى نقط انفصاليه او اكتر نقط بتفصل. فطبعا ده واضح جدا على الحدود الجبليه انها اقوى انواع الحدود. طيب تعالوا بقى كده معايا وتعالوا نفكر. دخلت على الانهار، الانهار قديما كانت بتقوم بدورها على اكمل وجه، ولكن خلي بالك ان في سبب مورفولوجي، سبب مورفولوجي اثر سلبا على الانهار، اللي هو ايه؟ عمليات النحت والارساب، عمليات النحت والارسال. فطبعا واضح جدا انها بتاثر، ان الانهار بتغير من مجاريها، وشفنا ده واقع قدام عينينا في نهر الريو جراند. خد خط يا مستر عزيز ما بين الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. طريقه رسم الحد ما بين امريكا والمكسيك تشابه في طريقه رسم الحد بين كندا والولايات المتحده، وهي طريقه الحد الاوسط. الحد الاوسط، تمام. وممكن نقولها كلمه على فكره يا اولاد، يعني ممكن انت تشوفها كلمه تحسها انها صعبه، يقول لك استراتيجيه رسم، تتشابه الحدود الشماليه والحدود الجنوبيه للولايات المتحده في نقط في استراتيجيه الرسم. استراتيجيه الرسم بمعنى ايه؟ ان هنا تم، ما انا بصوا بقى مستر عايز هو اللي ايه اللي بدا ايه يخليني هو يعني بيستفزني في الحته ديت شويه، تمام؟ بصوا كده الحدود البحريه، تعالوا بقى نعد مع بعضنا. واحد، خط المنتصف، خط المنتصف زي نهر الريو جراند، تمام؟ ده بالنسبة للحدود النهرية. طيب خط العمق الملاحي زي ألمانيا وفرنسا اللي هو نهر الراين، زي ألمانيا وفرنسا اللي هو نهر الراين. خط إحدى الضفتين، شوفوا الرسمة الجميلة اللي هيعملها لكم مستر عزيز، تمام؟ طيب خط إحدى الضفتين، طيب شوفوا كده الرسمة ديت ما إيه؟ ما ارتبطش بالمنتصف، ده مش مع العمق الملاحي، إحدى الضفتين. تعالى بقى معايا اللي هو مين؟ نهر اسمه بوك، احد فروع نهر الفيستولا، طبعا ما بين بولندا وبيلاروسيا واوكرانيا من ناحيه. يعني انت بتتكلم في كلام واضح جدا 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 انك تستخدم خريطه العالم السياسي. طب هقول لكم على حاجه، احنا ممكن نستغل الاحداث دي بس قدام شويه لما ندرس الاحلاف السياسيه، وهتبقى افضل استغلال. طيب يبقى انا عندي الحدود الجبليه وعندي الحدود النهريه، تمام؟ طيب في بقى حدود اسمها الحدود البحيريه. في كتاب المدرسه عندي مثالين، المثال الاول وهو البحيرات العظمى الاربعه مش الخمسه، الخمسه لو هتكلم على منطقه قلب اقتصادي، الاربعه لو انا هتكلم عن الحدود.
ومنطقة بحيرة فيكتوريا. بحيرات عظمى 5 اترسمت الحدود فيها منتصف تنصيب بيوصل. طيب منطقة البحيرة الكبيرة بتاعت فيكتوريا وفقا للمعاهدات، مين أكتر الدول استفادة من بحيرة فيكتوريا؟ هلاقي دولة تنزانيا. طب مين الأقل في استفادتها من بحيرة فيكتوريا؟ هلاقي كينيا. وده لما ترجع للخريطة اللي موجودة عندك في الكتاب هتؤكد على المعلومة اللي قدامك. هنفهم لأول مرة فكرة المياه بأنواعها بطريقة جديدة خالص معانا. تعال نتعلم من الساحل. أيوة نشوف مصر عايز راح فين. من الساحل اللي قدام عينينا. طيب لاحظ معايا بقى. طيب الجزء اللي ظلله مستر عزيز، في طلبه هيقول لي داخليه، لا 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 استنى عليا. المياه الداخليه، طب يا مستر عزيز بلون كده معين داخل البرازيل واعمل لي نقطه كده بعد اللي انت عملته. تمام، هنا مصب نهر زي نهر الاورينكو، هنا مصب، هنا خليج. يبقى اذا المياه الداخليه هي منطقه محاطه بيابس الدوله، وهي تعد جزء من الدولة وليست من البحر وليست من المياه اللي انت هتتكلم فيها. لذلك هناك فرق ما بين المياه الداخلية والبحيرة الداخلية. هناك فرق. يعني لما اجي اقول لك في مصر، لما اجي اقول بحيرة المنزلة هسميها مياه داخلية، لكن بحيرة قارون هقول عليها بحيرة داخلية. طيب تمام، شوف بقى الالوان الجميلة اللي عملها معايا مستر عزيز. هتتفرجوا للمرة الاولى تشوف ازاي تفهم التقسيمة بتاعت المية. طيب اللون الاول وهو اللون الازرق الغامق اللي بعد كلمه البرازيل مباشره، ده مين يا مستر؟ دي المياه الاقليميه. ركز في الكلمتين اللي هقولهم. الحافه الداخليه من المياه الاقليميه ده مين؟ خط الساحل. الحافه الخارجيه من المياه الاقليميه ده مين؟ الحد السياسي للدوله. يا ريت يا مستر عزيز على الفرق، يعني اعمل لي خط بلون مختلف ونصغر القلم سنه ما بين اللون الاصفر واللون الازرق من ناحيه البرازيل. اللي شاور عليها مستر عزيز دي المياه الاقليميه. حافتها الداخليه مين؟ حافتها الداخليه الحدث اللي هو خط الساحل. طيب خط الساحل اللي بيفصل ما بين اليابس والميه. حافتها الخارجيه، شايف انت اللون الاصفر ده مين؟ ده حافتها الخارجيه يا مستر، هو الحد السياسي للدوله. طب اللون الاصفر دي اسمها المياه التكميليه او المياه الملاصقه. ايه هي المياه التكميليه او ايه هي المياه الملاصقه؟ ديت يا مستر انت قلت ان المياه الاقليميه بتمتد من 3 ل 300. حضرتك هنا في محيط تقدر توسع ميتك زي ما انت عاوز لحد ما توصل ل 300 ميل بحري، ولكن في دول معينه بتكون قليله جدا تبقى 3 لحد المتفق عليه 12. يعني لما تبص على البحر المتوسط، لما تبص على البحر الاحمر متفق على 12. وجاء سؤال في النقطه دي السنه اللي فاتت. طيب المياه الاقليميه السياده عليها مطلقه. المياه الاقليميه السياده عليها مشروطه بامن وسلامه الدوله. اخرج للنطاق اللي بعد كده اسمها المياه المحايده. المياه المحايده دي بترتبط بالقوه، يعني بعض الدول تدعي سيادتها عليها فبتمنع من ممارسه العمليات العسكريه، من التجارب العسكريه والصاروخيه في هذه المناطق او في تلك المناطق. نيجي بعد كده للمياه الدوليه اوفر سيز، اعالي البحار، هي مشاعر انسانيه، هي ليست ملكا لدوله بعينها. تمام، يحق لجميع دول العالم استخدامها، يحق لجميع دول العالم الملاحه فيها، لا يحق لاي دوله ان تتدخل في الملاحه في المياه الدوليه. بصوا بقى معايا، انا دلوقتي اقف يا مستر العزيز قصاد دوله البرازيل في اللون، في الالوان اللي انت كنت عاملها باللون. ايوان تمام، تعالى لي بقى بره في البحر كده قدام شويه في عمق، يعني ايه هنسيب مسافه مسال المياه الاقليميه وخطوط مسافه المياه الاقليميه، بعد منها المياه التكميليه، بعد منها المياه المحايده. طيب هو ايه اللي بعد كده المفروض انها دوليه؟ يبقى هنا لا يحق لمين؟ لا يحق للدوله المواجهه للمياه اللي انت تقصدها انها تمنع الملاحه في المياه الدوليه، لان المياه الدوليه حق اصيل لكل دول العالم، مكتوب عليها كلمه جميله جدا، مشاعر للانسانيه، العالم كله يقدر يستخدمها. احنا لو قعدنا نتكلم مش هنوفي الموضوع ده حقه، لان طبعا الوحده زي ما احنا اتفقنا انها قويه جدا. بنكمل بعد كده للرصيف القاري اليابس الممتد تحت البحر زي ما عمل لي مستر عزيز. وهناك فرق بين الرصيف القاري والمنحدر القاري. العمق بيكون 100 قامة. لو رجعت للجغرافيا يعني زي ما نقول كده بحذافيرها، ال 100 قامة المنطقه اللي بتتخللها اشعه الشمس، المنطقه اللي ممكن تلاقي فيها ثروه سمكيه، المنطقه اللي ممكن تلاقي فيها ثروات بحريه مدفونه. وعشان كده قال لك يجب تحديده بكل دقة وعناية، ثم المنحدر الايه القاري. يا مستر عايز يا ريت توضح لهم المثلث اللي في جنوب الجزائر، مثلث الحدود اللي في جنوب الجزائر.
ده هندسي ولا مش هندسي؟ هندسي، خط هندسه وخط مستقيم، ولكنه ليس يعني مثلا ايه افقي تماما ولا راس تماما. ده اقول عليه، عارف انت لما تفتح الكتاب يقول لك ايه نقاط مثلا قطع مستقيمه، انصاف دوائر، بتبدا من مناطق معلومه، ولكن لما تيجي تبص بقى، طب بص على شكل الحد الجنوبي لمصر، ناخد الخط الثاني يا مستر عزيز. طب بص على شكل الحد الغربي لمصر، طب قارن دول بالحد اللي مستر عايز مميزه، طبعا فرق كبير، ان هنا ده افقي تماما وده راس تماما. شوف كده ليبيا، ايوه نشوف مستر عايز عمل لنا ايه، شوف كده جنوب ليبيا تمام مع تشاد، وشوف جنوب الجزائر مع مالي. انا عندي يعني بص مستر عايز بايه بيوريك، بيفهمكم بالاشاره، فعلا فعلا هي دي الجغرافيا السياسيه اللي انت عاوز تفهمها بمنتهى البساطه. انت لازم تبقى فاهم، مش عندك مجرد فكره وخلاص. اتفضل. لو قلنا في النظر إلى القارة الإفريقية، إن أكثر الحدود ذات الخطوط المستقيمة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي، البحر المتوسط والبحر الأحمر، البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي. لما نيجي نبص على قارة إفريقيا يا أولاد، فين أكتر حدود بين منطقتين واخدة خطوط مستقيمة أشبه بالحدود الهندسية؟ وهي في الغالب حدود هندسية تاخد خطوط مستقيمة بين الدول. لما أجي أمشي كده بقلم فعلا، أبدأ بجنوب مصر، هتلاقي الحدود بين مصر والسودان مستقيمة، خطوط هندسية، مصر وليبيا، جنوب ليبيا مع تشاد الشمالية، المثلث الحدودي للجزائر بين النيجر ومالي، خط مستقيم من موريتانيا ومالي. تكات كده هو ممكن يشتغل فيها في الامتحان لحضرتك، هي نظرة جديدة للحدود بمنظور مختلف غير تقليدي. اتفضل يا مستر عين. من الحدود البحيرية في أفريقيا، وادتني مجموعة بحيرات، قالت لي بحيرة كيوجا، بحيرة ألبرت، بحيرة المنزلة، بحيرة تانا. أول حاجة هقول لك استبعدي المنزلة وتانا. ليه قلت لي استبعد المنزلة وتانا؟ مستر عزيز هيرد عليا، اتفضل يا مستر عزيز. أولاً متى تتخذ البحيرة كحدود؟ حينما تكون البحيرة فاصلة بين أكثر من دولة. إنما لما تكون البحيرة ملك كامل للدولة فهي بحيرة داخلية بتفكرك بالنهر الداخلي اللي ما فيش منه مشكلة، في نفس الوقت لا يستخدم كحدود. شوف انا هرد على مستر عزيز، هروح اقول لك على طول ألبرت. اشمعنى انت قلت ألبرت يا مستر ايمن؟ طب ليه ما تكونش اي واحدة غيرها؟ هتجيبي حضرتك البحيرات اللي هي العظمى، البحيرات اللي هي الخمسة، عندي منطقة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية. هضبة البحيرات الاستوائية دي موجودة فين يا مستر عزيز؟ هيقول لي على طول موجودة في منطقة وسط افريقيا. طيب لما تيجي تبص على البحيرات، في بحيرة اسمها بحيرة كيوجا، في بحيرة اسمها بحيرة ألبرت، في بحيرة اسمها بحيرة فيكتوريا. طبعا فيكتوريا واضح جدا ان هي حدود، مش محتاجة كلام خالص ان هي حدود. على فكرة في بحيرة اسمها بحيرة جورج. طيب مجموعة البحيرات اللي موجودة في المنطقة دي ما تقدرش تفصل بينها قوي، يعني خلي بالك بحيرة كيفو، بحيرة إدوارد، تمام؟ كل دي مجموعة البحيرات اللي موجودة في مناطق مختلفة من الايه من أفريقيا. طبعا بحيرة ألبرت في خطوط ما بين أوغندا، ما بين دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعني هي حدود واضحة جدا ما بين دولة أوغندا وما بين دولة زي دولة مين، طبعا مجموعة الدول اللي موجودة في المنطقة، طبعا يعني هتلاقي في العديد من الدول اللي موجودة فيها مشاكل سياسية هناك كتيرة. مستر عزيز معلش وضح لها الحتة دي على الخريطة، الخريطة اللي قدامنا دي، شايفين أوغندا؟ طيب شايفين الناحية التانية الكونغو الديمقراطية؟ طيب ديت يا مستر على طول هي ديت، يعني طبعا لما تجيب خريطه حوض النيل هتبان اكتر، تمام؟ طيب لكن لما نيجي الناحيه الثانيه، بحيره كيوجا، بحيره المنزله، بحيره تانا، هناك فرق بين البحيره الداخليه والمياه الايه؟ والمياه الدوليه، وطبعا المياه الداخليه دي كانت مفهومه. طيب يبقى اذا الافكار واضحه جدا،
تقدر تفهم جغرافيا سياسيه من ده. طبعا عندنا بعد كده ثلاث دروس بيتكلموا عن المشكلات السياسيه، مش هنتطرق لهم، ممكن نخليهم لبكره. نعرض بعض الاسئله يا مستر عايز. السؤال الاول، توصف بانها المنطقه المتقدمه لحضاره اي دوله قديما؟ احنا هننتظر لبس، هنحط دايره على قديما لانها تكون اجابه، ولو شلنا قديما وحطينا حديثا هتكون إجابة. مين اللي كانت قديما ولكنها لم تستمر مع تطور الحياة وعدم الرغبة في المناطق الهامشية والتوسعات ظهرت كذا؟ يبقى توصف بأنها المنطقة المتقدمة لحضارة أي دولة قديما. السؤال ده أنا ليه هستبعد العواصم؟ صحيح كان ممكن حد يكتب لي لينك الجملة بتقول توصف بأنها المنطقة المتقدمة لحضارة أي دولة قديما، حيال العواصم لم تظهر بصفتها كعاصمة وبالمعنى الأكاديمي لكلمة عاصمة إلا في العصر الحديث. تمام، أنا هستبعدها. طيب المناطق الهامشية، أنا ما عرفتش المناطق الهامشية إلا لما الحدود ظهرت، حسيت إن دي هوامش وأطراف المفروض إن أنا أشوف المشهد فيها إيه، وده كده ده فهم عميق. يبقى أنا أصبحت ما بين إجابتين يا ولاد. مرة تانية، توصف بأنها المنطقة المتقدمة لحضارة أي دولة قديما وإنت مغمض هتكتب التخوم. طب أنا لو شلت قديما وحطيت حديثا يا مستر أيمن، على طول هتبقى كلمة الحدود. السؤال التاني من الأسئلة برضو العميقة اللي بتقول بعد ده، خلي بالك عزيز الطالب المحترم، حضرتك وانت بتحل في السؤال قلمك الرصاص بتدقيق، اعمل دواير على الجمل اللي لها بدايات ولها نهايات، لانها هي المفتاح اللي هيوصل حضرتك للإجابة. وده سر الأسئلة ده، بعد تحديد الحدود السياسية بين الدول، لان اكيد الإجابة قبل التحديد شيء وبعد التحديد شيء تاني. يبقى أنا النهاردة عشان أتنقل الإجابة الصحيحة بشوف أنا رايح لفين. بعد تحديد الحدود بين الدول يتضح لنا أن الحدود تحقق للدولة سيادة. أنا حددت الحدود بتاعتي، حددت السيادة زمنية مساحية سكانية مناخية. أنا أسأل سؤال، لو أنا حبيت أقيس مساحة أرض أو مساحة بيت، بقيس منين؟ بقيس طبعا على طول من حدودها. اذا الاجابه واضحه قدام عينك، بعد تحديد الحدود السياسيه للدوله. مش انت عارف ان المساحه الطول في العرض؟ طيب ما هي دي اللي انت بتقولها، بعد تحديد الحدود السياسيه بين الدول يتضح لنا ان الحدود تحقق للدوله سياده. خلي بالك من تعريف الحدود، خطوط ترسم على الخرائط تحدد الرقعه الارضيه، هي دي المساحه التي تقوم الدوله بفرض سيادتها عليها. الاجابه هي مساحيه. طيب تتأثر نشأة الحدود السياسية بقارة أوروبا بعامل، حطوا دايرة يا أولادي على قارة أوروبا، في حاجة اسمها التفكير الجميل. مستر أيمن، إحنا متفقين معا وأدوات العمل إن في أفكار بتطرح. حضرتك درست العوامل المؤثرة في رسم الحدود السياسية بين الدول، وأنا بصنف وطبق العوامل على مشاهد مختلفة من الدراسة، وده ده الفكر المتبع، وده السائد اللي هيكون في ورقة امتحان، لأن أنا مش ممكن هيجي لي يقول لي ما العوامل المؤثرة في رسم الحدود السياسية، ده اسمه سؤال تذكر، سؤال مباشر انتهى إلى الأبد تماما. فهنا بيقول لي إيه؟ تتأثر نشأة الحدود السياسية في قارة أوروبا بعامل. ألمك الرصاص يا فندم، اتعلم إزاي تجاوب، اعمل دايرة على قارة أوروبا، وابدأ بقى تفكر كده. أوروبا دي رسم الحدود ليه؟ عشان الحروب بينهم، ولا عشان المعاهدات المبرمة بينهم، ولا تنمية المناطق الهامشية، ولا تقسيم الاستعمار لمستعمراته؟ مستر عزيز، الأربع عوامل دول أنا درستهم كعوامل مؤثرة في رسم الحدود ونشأتها، لكن عن طريق الفهم جملة واحدة فقط هي لها تنطبق على قارة أوروبا، تنمية المناطق الهامشية. شكرا لحضرتك يا مستر أيمن، كامل الشكر والتقدير طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.